يا نوال؟ مش لازم صوتك يبقى عالي كده. لسه خايف حد يشوفنا مع بعض؟ طب اقلعي البلطو دلوقتي. لا يا حلمي، انا مش ناوي اطول في القعده. طب اتفضلي. بقالنا قد ايه ما تقابلناش؟ شهر؟ زي زمان، نفس الترابيزه، نفس المزيكا. وحشتيني يا نوال. حتى الناس هم هم. ما تتصوريش بتألم قد ايه وانا ما بشوفكيش الا في الاسانسير. ببقى هتجنن وانا واقف جنبك. انا لسه مجنون بيك يا نوال. ارجوك يا حلمي سيبك بقى من الكلام ده. انا ابتديت انسى الحكايه كلها. انا مش مصدقك. شوف يا حلمي، قصتنا دي استمرت شهرين الصيف، ادي كل الحكايه. وده شيء عادي بيحصل لكل مدير لما مراته وعياله يروحوا يصيفوا ويسيبوه لوحده، فيعمل ايه؟ يعمل علاقه مع موظفه، ولما يجي سبتمبر وترجع العيله من المصيف ينتهي كل شيء. العيال يروحوا المدرسه والمدير يرجع لمراته، انما الموظفه باي باي. انا ما قلتلكيش باي باي يا نوال. البنت اللي تعرف راجل متجوز مش لازم تضحك على روحها ابدا. اكيد هيجي اليوم اللي يبص في ساعته فيه ويسالها في روج على هدومه ولا لا، ويجري زي الصاروخ على بيته ويسيب البنت مع فنجان القهوه تسرح وتفكر، وتلاقي ان كل الموضوع شكله وحش قوي. مش ممكن تتصوري شعوري بيبقى ازاي واحنا بعيد عن بعض. حلمي انت مصر تتصل بيا ليه؟ عاوز مني ايه؟ عايزك ترجعي لي يا نوال. انا اسفه يا حلمي بيه، لغايه كده وكفايه قوي. شوف لك موظفه غيري، مندوبات التامين كتير. نوال انا صممت اشوفك النهارده عشان في حاجه مهمه قوي عايز اقولها لك. اتفضل قول. هنا ما ينفعش، نروح مكان تاني. اسفه، عندي ميعاد الساعه 9:30. ميعاد مهم؟ يعني بس لازم اروح. نوال فاكرة آخر مرة خرجنا فيها سوا؟ طبعا، وهي دي حاجة تتنسي؟ لما ركنت العربية في الهرم والغفر جري ورانا ورمونا بالطول. لا أنا قصدي أنت فاكرة اتكلمنا في إيه بالظبط؟ اتكلمنا في حاجات كتير. قصدي موضوع طلاقي من مراتي. الموضوع ده أنت اتكلمت فيه لوحدك وما كنتيش مصدقاني ساعتها، مش كده؟ حقكم بدل ما تتعبوا نفسكم تألفوا غنوة وتلحنوها وتسجلوها على اسطوانة. أنا مراتي مش فاهماني، مفيش أي حاجة تجمع بيني وبين مراتي، أنتِ أجمل شيء في حياتي. كفاية يا نوال. صدقيني يا حبيبتي لازم هنلاقي حل. أرجوك يا نوال اسمعيني ولو دقيقة واحدة. اتفضل. أنا قابلت المحامي النهاردة الصبح وسألته عن أفضل طريقة نعالج بيها المشاكل اللي هتحصل. مشاكل؟ يعني الأولاد والشقة والنواحي المالية. حلمي في نقطة لازم تكون في منتهى الوضوح بينا. أنا عمري ما طلبت منك إنك تسيب مراتك. وأنا عارف كده كويس. أنت متأكد إنك مش هترجع تندم؟ متأكد. لو أنت أكدتي لي إنك لسه بتحبيني. أنت عارف قد إيه أنا بحبك. نوال. يا حبيبي يا حلمي. ناس كترت قوي، يلا بينا نمشي. ورايا ميعاد، اوعى تنسى.
وانا بحبك، اوعي تنسي. احنا هنروح فين؟ اوعى تقولي العربية. لا ما تخافيش، احنا هنروح المانيال.